السلام عليكم. اليوم معي درس شل سكريبتينج. تمام. اليوم راح اتكلم عن الاوامر الشرطيه. ما معي شاهي اليوم. طيب خلونا نتكلم اول شيء ايش موضوع الاوامر الشرطيه. اذا كنت مبرمج تعرف الاوامر الشرطيه انتظر شوي. الامر الشرطي هو امر تحقق، فانت تحقق من شغله معينه. نفترض تتحقق مثلا انه ناتج عمليه جامعه معينه اكبر من القيمه هذه، مثلا 1+1=2. تتاكد اذا كان 1+1=2 تقول يس، اذا كان 1+1=2 تقول لا. هذه الفكره. تمام. فانت ممكن انك تحقق من اشياء كثيره، ممكن تحقق من رقم اكبر من رقم. تمام. سويت عمليه حسابيه معينه حاب تقارن النتائج مع بعض. تمام. فممكن تقارن النتيجه هذه مع ذي. اذا كانت النتيجه هذه اكبر من هذه اطبع نعم اكبر من هذه، اذا كانت اصغر من هذه اطبع اصغر من هذه. تمام. هذه فكره اللي هي الموضوع هذا. طبعا منطقيا، تمام، اذا حاب تفكر بالمنطق ممكن انك تفكر بطريقه ثانيه بسيطه. اذا كان الشاهي طعمه حلو، تمام، اطبع يس. اذا كان الشاهي طعمه مالغ اطبع نو وع. تمام. هذه الفكره المنطقيه بحياتنا اليوميه بعيدا عن الارقام. المنطق يختلف من شخص الى شخص. تمام. لذلك ممكن شخصين يبرمجون ملف واحد نفس بعض، نتيجته واحده، لكن طريقه تحليل المنطق مختلفه. لذلك الموضوع طبيعي جدا، مو بخطا. الفكره ما فيها انك انت فكرت بطريقه مختلفه وفكر بطريقه مختلفه. تمام. نبدا ونشوف اول طرق التحقق، وهي طريقه تيست عن طريق التيرمينال. تمام. الامر هذا تيست، الفائده منه انه يختبر لك اوامر معينه. كيف نشوف؟ اولا اختبر اذا كان، طبعا احنا عارفين ان العمليه هذه خطا، 2+1. تمام. اذا كان 2=1 طبعا تحت اختبر هل 2=1، راح تحط علامه اند. اند طبعا انت لو بسوي شيء ضغط انتر ما يسوي شيء، لذلك انت راح تحط علامه اند بالشكل هذا 2، ثم تكتب ايكو. اذا كانت العمليه صحيحه، لاحظ هذا اول شرط، اول امر يطبع اذا كانت العمليه صحيحه. طبعا العمليه خطا، ممكن تطبع هنا نو انتر. لاحظ انه هنا ما طلع شيء، ليش؟ لانه العمليه خطا. لكن لو جينا طبعنا هنا طبعا غيره ليس، لو جينا غيرناه 1=1 ضغطنا انتر طلعت يس. ليش؟ لانه العمليه صحيحه. هذه اول فكره. في فكره ثانيه اللي هي اذا كان ما يساوي، تمام، يعني اذا قلنا 2=1 طبعنا انه خطا. اوكي، كيف نطبع له انه العمليه خطا؟ هذه الفكره. هذه 2=1 لو ضغطنا انتر الحين ما طلع شيء. اوكي، طبعا احنا ممكن نحط يس هنا، يس اذا كانت العمليه هذه صحيحه. طيب حطينا علامه او ايكو نو. نو متى تطلع نو؟ نو اذا كانت العمليه خطا، العمليه خطا اصلا، ضغطت انتر الحين طلعت نو. تمام. لو جينا الان هنا غيرنا الارقام هذه، مثلا حطينا 1 راح يطبع يس الحين ما يطبع نو. ليش؟ العمليه صحيحه. الجزئيه هذه اذا كانت العمليه صحيحه او اذا كان الشرط صحيح. الجزئيه هذه اذا كان الشرط غير صحيح. تمام. كلمة او ما لها علاقة. تمام. العلاقة وما فيها انه الشاطر هذا والمنطقة هذه اليسرى عند او هي فكرة انه اذا كان صحيح. لو ضغطنا انتر الحين طلع يس لانه اساسا 1=1. تمام. طيب ممكن نجي نجرب حركة ثانية، نجرب الاكبر منه واصغر منه. لو قلنا 2 اصغر من 3 انتر يس، لان 2 اصغر من 3. لو جينا سوينا 2 اصغر من 1، تمام، لاحظ معك قال لك نيو. ليش؟ لانه بالفكره هذه او بالمنطقه هذه بالباش راح نستخدم طريقه ثانيه. اوكي، ايش هي الطريقه الثانيه؟ تمام. اما انك تقول 1، تمام، تتاكد الواحد اكبر من 2 بالشكل هذا وراح يقول لك يس. تمام. ليش؟ لان الواحد اساسا ما تجي، او فكره الباش هذه كلها ما تجي. ليش؟ لانه الاكبر من معناه شيء ثاني بالباش، احنا تكلمنا عنه. تمام. انه هذه طباعه شيء معين، لذلك تم الاستعاضه عنها بشيء ثاني وهو ناقص جي تي. ناقص جي تي هذا جريتر ذان، معناته جريتر ذان. اوكي، انا لو جينا وضغطنا كذا راح يقول لك نو، لانه الواحد مو باكبر من 2. تمام. لذلك العمليه هذه او الرمز هذا خطا ولا يستخدم بالباش، لانه يرمز الى شيء ثاني او محجوز بالباش الى شيء ثاني، لذلك انت راح تستخدم العمليه هذه. طيب ممكن نجي ونشقلب القصه. احنا قلنا راح نسوي مقارنه ما بين ايش؟ ما بين انه هل 2 اصغر من 1، لذلك انت راح تسوي ايش؟ 1 GT 2. تمام. انتر. الان قال لك 1 اكبر من 2 طبعا لا. اوكي، هذه الفكره. تمام. لذلك احنا استعضنا عن العلامه هذه. تمام. هذه استعضنا عنها بالجي تي. اوكي، الجي تي. طيب الان هذه فكره اللي هي التست، كيف تسوي تست. طبعا الموضوع اكبر من هذه، يعني احنا ممكن نسوي تست ثاني، ممكن نسوي تست
وبعدين تكتب ناقص اف. طبعا هذا ناقص اف الفائده منه تحقق هل الملف موجود ولا لا. اي تي سي طبعا هذا الملف موجود اغلب التوزيعات resolve.conf. اذا كان موجود اطبع echo found. اوكي اذا كان غير موجود echo not found. اوكي بالشكل هذا. الان لو ضغطت انتر راح يقول لك found لانه الملف هذا موجود. طبعا هذه احدى الطرق الثانيه. طيب لو حطينا ملف من ريسولف مثلا 3 انتر راح يقول لك نوت فاوند لان الملف هذا غير موجود. هذه الفكره، هذا الاختبار السريع. لكن في طريق اختبار ثانيه طويله شوي راح ادخل لها. الطرق هذه ما تنفع انك تنفذه بالطرفيه مباشره، لازم تنفذه عن طريق ملفات الباش او هي ملفات الشل عفوا. نشرب واحد ثاني. المشروب ترى غير كحولي، اعيد واكرر، المشروب غير كحولي تمام. لا كحولي او غير كحولي. طيب نجي نفتح ملف باش. اوكي بالشكل هذا. رين رين كبر الخط شوي عشان تزبط الامور معكم. اوكي طيب الطريقه الثانيه هي طريقه اف. اف معناتها اذا. اوكي طريقه بناء شرط اف هي انت تكتب اف قوس بالشكل هذا ثم تسكر القوس. هذه بدايه بناء الاف. طيب هنا نبدا نشتغل. نقدر نقول اف واحد يساوي واحد تمام. تحط العلامة هذه النقطة تحت فاصلة ذن. ممكن انك تمسح هذه ما تستخدمها لكن تحط ذن تحت. انا احب الشغلة هذه اني عشان يطلع سطر واحد. اذا كان واحد يساوي واحد ايكو اطبع يس ات از نقطة تمام. الان نحفظ الملف هذا. نروح لم طبعا في شغلة ثانية انه لما تخلص كاتب الاف تكتب فاي تحتها اللي هو انتهى الامر الشرطي. اوكي طيب نروح نلم الباش. انا ححافظ على مجلد شل. نشغل الملف اسمه شل دوت شل. اوكي يس ات از. طيب لو صار اثنين طبعا اثنين ما يسوي واحد ايش راح يصير هنا؟ راح يطلع شيء. طيب احنا نبي يطبع. اوكي كيف نخليه يطبع؟ انه اذا كان اثنين ما يسوي واحد نستخدم امر ثاني وهو إلز. إلز الفائده منه انه اذا 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 لم يكن يعني واحد اذا اثنين ما تسوي واحد اذا اطبع شيء ثاني. اوكي طيب else echo it is not right بس. اوكي الان طبعا هي لانها غير صحيحه العمليه راح يقول لك it is not right زي ما شايف it is not right. اوكي طيب ممكن اروح هنا واغير العمليه هذه احطه واحد يساوي واحد اضغط راح يقول لك yes it is. طيب خلونا نسوي شغله ثانيه. ممكن نسوي متغيرات معينة. أوكي خلنا نفترض أنه بيسوي شل. الفائدة منه أنه يتحقق من اسم التوزيعة تمام علشان ينفذ أمر معين. طبعا حنا راح نستخدم الحين حنا استخدمنا عملية if تمام اللي هي قلنا if then else. لكن في شغلة ثانية اللي هي else if تمام. إيش ال else if هذه؟ الحين نشوف موضوعها. موضوع ال if زي ما أنتم شايفين حنا قلنا أنه if مثلا واحد يساوي واحد قلنا then echo right اللي هي صح تمام five. بالشكل هذا هو راح يسوي طباعة. إذا كانت واحد تساوي واحد اطبع. إذا كانت واحد ما تساوي واحد else. طبعا هذه قلنا إذا كانت ما تساوي wrong. أوكي wrong. طيب صح wrong إيه wrong صح تمام. هذه هي الفكره. لكن في شغله ثانيه ممكن تضيف شرط زياده. طيب ايش هو الشرط الزياده؟ لازم طبعا يكون في عندنا عمليه اضافيه. خلونا نشوف شو الموضوع. طيب خلينا نفترض انه انت بتسوي سكريبت يسوي تحديث للتوزيعه. تكتب اف تحت قوسين تمد هذه شوي عشان تكتب ايش راح تسوي. طبعا يفترض انك تسال المستخدم اولا تمام. لذلك نستخدم امر ريد. طبعا احنا تكلمنا عن امر ريد بي تمام. Is your distro okay؟ ما هي توزيعتك؟ هنا تسميها distro. طبعا نربطها بمتغير اسمه distro. طيب نجي احنا نكتب هنا if distro اللي هو المتغير distro تمام. طبعا نحطه بعلامات تنصيص لانه نص. if distro okay تساوي مثلا طبعا استخدم هنا debian. اكتب debian تمام. then sudo apt-get update اوكي عشان تسوي تحديث نظام. بعدين فاي
طيب نحفظ، نروح للشيل الحين، نشغل هذا الملف واتزيس يور ديسترو. لو كتبت لديبيان راح يسوي تحديث، طبعا راح اطلب الباسورد لاني اعطيته سودو. تمام، لا 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 لا. خلص تمام. هذه فكرته انه كيف تحدث على حسب اسم التوزيع. طيب لو كتبت اسم التوزيع غلط، مثلا كتبت منت انتر، ما راح يصير شيء. ليش؟ لانه انا اعطيته شرط واحد، لكن انا اقدر اغير. لنفترض ان توزيعتي في فيدورا، اوكي، وانا حاب اني اربط التوزيع هنا. تمام. طيب وش ممكن نسوي؟ طبعا احنا ممكن نسوي شغله ثانيه ايضا، اللي تسوي الز مباشر. الالز المباشر طبعا تطبع رساله للمستخدم تقول له انه not supported، اللي هي غير مدعومه. تمام، وممكن تجي تشغل الحين تكتب منت. لو كتبت منت راح يقول لك not supported لانه غير مدعومه، لكن احنا ممكن نكتب له فيدورا. لو كتبنا فيدورا شو بصير؟ ما راح يصير شيء برضه لانه not supported. كيف ننزل دعم للفيدورا؟ نضيف شغله ثانيه قبل الالز. هنا نكتب الز الاف. الاف الفائده منه انك تضيف شغله زي هذه ثانيه داخل الشرط، بحيث انك ما تكتب فاي مره ثانيه. تمام. طيب عشان تتضح الصوره نقوم نمسح هذا كله، اوكي، ونخليه بالشكل هذا. انا ممكن اسوي شغله ثانيه، اكتب اف، طبعا راح تكون طويله. ناخذ هذا نفسه كامل، اوكي. طبعا احنا راح نغير نكتب فيدورا، ذن راح نستخدم التحديث حق الفيدورا واي يو ام ابديت، اوكي. انا ممكن اجي هنا واكتب ديبيان، راح يحدث لي الديبيان، اوكي. يلا خلص. الان محط له فيدورا، راح يحدث لي فيدورا، لكن ما راح يصير شيء لاني ما استخدم فيدورا. لكن لو كتبت له فيدورا الحين راح يحدث على انه فيدورا، راح يقول لك واي يو ام غير موجود. لكن احنا بدل ما نسوي اف فاي اف فاي كل شوي، ممكن نستخدم الز اف احسن، اوكي. لذلك نجي هنا نكتب الز، طبعا ال اف بالشكل هذا. ثم نفس الفكره هذه تماما، ترى ما في شيء جديد، تحطها هنا لكن تكتب قبل الاف ال، اوكي. ال اف بالشكل هذا، ديسترو فيدورا ذن سودو واي يو ام ابديت. طيب ممكن تحط دعم لتوزيع ثانيه، ال اف ال اف ديسترو مثلا ارش لينكس ذن سودو باكمان اس واي واي. الز ختاما اذا كانت مي بوحده من هذولي تقول له ايكو نوت سبورتد. اعرف انك مليت عزيزي المشاهد، خلصنا، خليك معي شوي بس. طيب ديبيان، تم تحديث الديبيان بامر الديبيان، اوكي. راح يرفض الفيدورا، ما راح يحدثه لانه الفيدورا ما انا بستخدمه، لكن لو كنت على الفيدورا راح يحدث، يقول لك انه واي يو ام غير موجود لانه هذا خاص بالفيدورا. الان لو كتبت ارتش لينكس راح يقول لي باكمان غير موجود لانه باكمان خاص بالارتش. طيب لو جيت الحين كتبنا مثلا منت، منت انا ما حطيته، راح يقول لك نوت سبورتد المنت. لو تحط سبورت للمنت مجرد انك تضيف شرط اضافي هنا. طيب ممكن اننا نسوي امر اخير علشان المهم الشغلة هذه، اللي هي أمر هل الملف موجود ولا لا، أوكي. طيب أنا راح أسوي F هنا، تمام، وأسوي الشغلة هذه، تمام، ناقص F قلنا للملف، حلو. راح نشوف هوم عبد المجيب، تمام، شيل دوت شيل، طبعا هو غير موجود هنا، موجود بالدوكيومنت أو عفوا مجلد الشيل، تمام. إذا كان هذا الملف موجود، أوكي، إيكو it's there، اوكي، يعني انه موجود هناك. else else راح يسوي، راح يسوي لك ملف، اوكي. else راح يقول لك echo not found I will create one، اوكي، يعني راح اصلح واحد. else راح يسوي touch للملف، طبعا احنا عرفنا امر touch الفائده منه انشاء ملف. touch ايش؟ touch home عبد المجيب شل دوت شل، تمام. ثم تخلصنا من الالز هنا فاي، اوكي. نجي الحين نشغل الشل. قال لك انه نوت فاوند اي ويل كرييت وان، اوكي. طبعا الحين لو افتح مجلد الهوم عندي راح احصل عندي ملف اسمه شل دوت شل، تمام. الان لو جيت شغلت الشل مره ثانيه الملف، هو تحقق يوم شاف انه موجود، لاحظ معي، حصل انه موجود، قال لك اوكي اتس ذير، ولا صلح ملف. الى هنا انتهى درس اليوم. اعرف انه طويل، او اعتقد انه اطول دروس الشل اللي اعطيتها، لكن علشان اخلص كل الاوامر الشرطيه بما ان الله